السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بياكيا من سيرفر 73، صانع محتوى رسمي للنسخة العالمية، طبعا لعبة حرب الممالك. بتكلم عن حاجة مهمة جدا، ألا وهي تعديل المهارات أو المسيرات بناء على التغيرات اللي بتحصل في السيرفر، أو بتحصل يعني خصوصا في السيرفر. إن يعني أنت بيبقى أهم حاجة عندك طبعا الساحة أو معارك حدث القتل، خصوصا لو هو في بطل تل، او التغيرات اللي بتحصل كمان في البطل الاسطوري لو انت يهمك انك بتنافس على البطل الاسطوري. فزي ما احنا شايفين هنا، انا بستخدم مهارة مزيج الضربات بدل مهارة الخبير القتال، اللي هي اسف خبير المبارزة بدل خبير المبارزة على الاسكواد. رغم ان خبير المبارزة مهارة مهمة جدا جدا جدا، هي بتزود الضرر الهجوم بتاع الضرر العادي نسبة 50%، وبتديني منع من ان انا يتعمل لي روح خطيره، فبالتالي دايما هعمل علاج على الاسكندر. فانا ليه اشيل مهاره مهمه زي ديت واحط مزيج ضربات؟ بكل بساطه عشان انا في الساحه. تعال نشوف كده الترتيب بتاع الاشخاص اللي انا بتنافس معاهم. انا يعني دايما في اخر الموسم بحاول اكون في اول 10 رانكات في الساحه. طبعا اول 4 بيكون صعب شويه بالنسبه لي، ان احنا عندنا اريا، عندنا جوتي، عندنا كلوا وريلاكس، مع كام حد كمان زي مثلا مايكرو هنلاقيه موجود هنا. دول ناس ما اقدرش انافس قوي معاهم. مايكرو بالنسبه لي ممكن اكسبه مره كل 3 4 مرات. بقيه الناس يعني الموضوع بيبقى صعب مع الوقت. فنقدر نبص مثلا على دراجيولا هنا. دراجيولا حول من مسيره الميكس لمسيره ارض بهيميكو، وجايب لوكي حاطه في البر، ومعاه مسيره نار كويسه. مسيرة النار بتاعتي أنا ودراجيولا يعني أقدر أكسبه لو أنا مشغل تعزيزات، وهو طبعا بيكسبني في العادي لأن هو معاه يعني مخطوطات أحسن بكتير. لو أنا جبت عرفت أتحصل على مخطوطة سايرس، يبقى بالنسبة لي أنا دي أحسن مسيرة نار موجودة عندي في 73. ويعني محدش يعرف يكسب مسيرة النار بتاعتي ولا مسيرة نار تانية. طيب احنا ما بنتكلمش عن مسيره النار حاليا، بنتكلم عن المسيره الاساسيه. كانت كل الناس او معظم الناس عندي في السيرفر كانوا بيلعبوا ميكس حاليا ما بين ارض هيميكو او ارض لوكي. ما بقاش في حد بيلعب ميكس غير انا وشخص فلان. طيب ايه الفرق ما بين ان الناس تغير المسيره بتاعتها وان انا اغير المهاره بتاعتي؟ لان الاسكندر في الغالب كان بنحط عليه خبير المبارزه، لان احنا كنا بنحتاج ان دايما الاسكندر يتعمل له علاج. فمسيره ارض هيميكو دي ما بتعملش جروح خطيره اصلا. احنا لو نفتكر مسيرة الميكس اللي هي أرض رياح، اللي بيعمل الجروح الخطيرة هو الإمبراطور كان. عشان كده إحنا كنا بنستخدم خبير المبارزة على الإسكندر. طب أنا لو كل الناس شالت أصلا الإمبراطور كان وبقت تستبدل المسيرة بتاعتها بدل ميكس، تعال نشوف كده. عندنا رافين لسه بيلعب يعني بميكس حاطط فيه هيميكو، بس حاطط فيه الإمبراطور كان. بس دي مش يعتبر مش المسيرة الأساسية بتاعته، هو بيعتمد شوية على أرض لوكي. طبعا هيمكسه كمان عجلة أو عجلتين، العلم عند الله، بس هو بيسويتش من الميكس لضوء بلو. عندنا هنا برضو مايك شال مسيرة الميكس بتاعته وبقى بيلعب بأرض لوكي. في الغالب هو أو يعني بيلعب بأرض لوكي من زمان، مش حاجة جديدة عليه. مبقاش فيه غير فينش اللي لسه بيلعب بميكس زيي طبعا من ضمن التوب 10. عندنا صديقنا هنا كينج كيد غير من مسيرة الميكس لأرض لوكي. فأنا في حالة إن أنا لو عايز ألعب ضد كينج كيد ويعني عايز أهاجم عليه، أنا إيه اللي هيخليني أستخدم مهارة يعني الاهتمام بتاعها الاساسي بتاعي ان انا احط عليه اسكندر عشان يعمل علاج لنفسه، في حين ان انا ممكن احط مزيج الضربات اللي لما بتشتغل بتطلع ضرر بدني عالي على بطل واحد. في الحاله دي نقدر اقتل الاسكندر بتاعه بدري، فابقى خلصت على الاقل على 50% من الضرر بتاع المسيره بتاعته، لان هو بيعتمد على لوكي واسكندر او هيميكو واسكندر. فانا لو قضيت على واحد فيهم بدري انا كده خلصت على 50% من المسيره. كذلك عندنا مايكرو حول من كان بيلعب ميكس ل ارض باثينا هيميكو وثيدورا. عندنا سال لسه يعني كان برضو بيلعب بميكس، بس يعني سال من زمان هو بيسويتش لضوء بلوكي. عندنا سترايف برضو بيلعب هنا معاه ميكس، بس دي مش الاساسيه، الاساسيه بتاعته اثينا لوكي الضوء. ففي الحاله بتاعت التغير بتاع المهارات بتاعي لازم يكون بناء على انت بتهاجم على مين وايه الفلو اللي ماشي في السيرفر. احنا الفلو اللي كان ماشي في السيرفر الاول كان ميكس، وخصوصا من 49. احنا جايين من سيرفر 49
معظمنا بيلعب ميكس او 90% من الناس كانت بتلعب ميكس، حاليا كل الناس بتسويتش. انا معايا لوكي سوري معايا هيميكو وبحاول امكس لوكي. ففي المستقبل انا لو هلعب مسيره تانية اللي هيهجم عليا بميكس لازم هيغير مهارات بناء على هذا الاساس. انا لو بهجم على ميكس استحاله ههجم بمزيج الضربات، لازم هشيل مزيج الضربات واحط عليها اسكندر خبير المبارزه. ده كان زي ايه هنت بسيط ليه انا ببدل المهارات ما بيني وما بين بعض، لان حاليا بقى كل اللي بيلعب في السيرفر فيش غير مسيرتين بس ميكس، والباقي قلبوا لارض لوكي او ارض هيميكو او ضوء بلوكي. وكان توضيح بسيط عندنا هنا، انا كنت بهجم على فينج مسيره ميكس ضد مسيره ميكس، فعايز اوريكم الفرق ما بين انا لو بستخدم هنا مزيج الضربات وهو بيستخدم خبير المبارزه. اوريكم نسبه العلاج اللي ممكن تحصل لاسكندر عندي، هو كل اللي جاي 1,160,000 في حين ان الاسكندر بتاعه عامل 5,400,000، فرق ازيد من الاربع اضعاف، يعني اربع اضعاف وي بزياده. فده فرق بسيط كده ما بين العلاج اللي بيحصل. طبعا كل ما بيتعمل علاج للبطل كل ما بيستعيد جنود اكتر فبيطلع ضرر اعلى. وده كان توضيح بسيط ما بين ان انا استخدم مزيج الضربات وما بين ان العدو بتاعي يستخدم خبير المبارزه على الاسكندر. وده كان اخر فيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.